سيحدث لك يوم السبت، سنقرأ للبرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة، ولديه الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج. من الخارج دائما يكون بقمة الجمال والأناقة، ومن الداخل ذو أخلاق رائعة جدا ومساعد دائما للآخرين. أكيد إحنا بنحكي عن البرج الرائع جدا المميز، مولود برج الثور. الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي، والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك، مهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. طبعا للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف، مرات بكتبه في التعليقات. وأتشكركم يا أصدقائي على التعليقات الرائعة جدا بتكتبوا لي إياها، اللي بترفع عندي الطاقة الإيجابية. كل الحب والتقدير لكم من كل قلبي. لنرى يا أصدقائي كيف الأحداث ستكون يوم السبت. ستكون نشيط جدا اجتماعيا، زيارة الأقارب أو الأصدقاء، وستكون بهذه الجمعات رائع جدا، متحدث بطريقة ذكية تلفت انتباه الجميع إليك، وسيكون في ترحيب للأفكار تعيتك. حاول إنك لا تتردد إنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك للأشخاص المقربين من حولك، من سيحاولوا يتقربوا منك بهدف أن يكونوا معك شراكات تعود إليك وإلهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد. في الأمور العاطفية قد يحدث بعض النقاشات الحادة بينك وبين الحبيب، وخصوصا تغير المفاجئ بالآونة الأخيرة. تطلب منه تفسير لهذا التغير، وتشعر داخليا ممكن يكون في عنده علاقة ثلاثية، بس ما في عندك دليل ملموس على هذا الموضوع. لما يتحدث ستنصت إليه جيدا، وستستخدم أسلوبك اللي هي القراءة ما بين السطور. أنت قادر من كلمة واحدة تعرف ماذا يدور برأس الشخص اللي أمامك، وساعتها راح تتجاوب على العديد من الأسئلة التي تدور في رأسك، وبتقدر تأخذ القرار النهائي بخصوص هذه العلاقة. قد يحدث بعض الظاهرة، بعض الخلافات والمشاكل بينك وبين رؤسائك في العمل بسبب شخص من زملائك بحاول يشوه سمعتك بهدف أن يقلل من قيمتك. ولكن لما تقوم بأعمالك بطريقة رائعة جدا زي ما أنت متعود، ستكون أقوى من مخططاته الفاشلة. وهذا الشخص بإذن الله تعالى ستأتيك رؤية فيه وأنا بتحدث الآن. حاول يا مولود برج الثور انك تاخذ فيه قرار نهائي وتطرده من حياتك، لانه ما بيجيك منه غير وجع الراس والطاقه السلبيه، وخصوصا الاشخاص المقبلين على ترقيه او منصب جديد. بحب اعلمكم يا اصدقائي انا بعمل 30 قراءه خاصه ومجانيه، بيتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت اسفل الفيديو كل اخر شهر. اللي ما بيحالفه الحظ هذه المرة ما يزعل، إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الأشخاص الربحانين معي بهذه القراءة. أما للتواصل على طريق الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف، مرات بكتبه في التعليقات. أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة، القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني، عاطفيا، مهنيا، توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى، ومليئة أيضا بالنصائح اللي بتدفع مصلحتك إلى الأمام. إذا كان في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية، نتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل. دائما يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الزين.